بسم الله بالإمن والروح القدس للواحد أمين. تحل نعمته وبركته على أرواحنا جميعنا أمين. ما زلنا في سلسلة الحروب الروحية، والحقيقة إحنا دايما بنعامل بعضنا يعني مش بحب. وفي آية بتقول كل ما تريدون أن يفعلوا الناس بكم أفعلوا أنتم أيضا إيه بهم، مش كده؟ زي ما انت عايز الناس تعاملك عامل الناس، عايز تعمل ان عايز الناس تعاملك بحب عامل الناس بحب. ودي تنطبق عليها الآية على طول اللي بتقول ايه، تحب قريبك كايه كنفسك. يعني ايه تحب قريبك كنفسك؟ مرة الرب يسوع جاله واحد قال له يا ربي ايه اعظم الوصايا، ايه الوصية اللي تدخلني السماء؟ فقام قال له الوصية اللي تدخلك السماء تبدأ بكلمة تحب، أو حب، تحب الرب إلهك من كل قلبك، كل فكرك، كل نفسك، كل قدرتك. وبعدين قال له الثانية مثلها، يعني مش هقول لك هي واحدة، لا هي هما اتنين. الحقيقة أنا محتار أقول لك واحدة ولا اتنين، لكن هما اتنين. التانية إيه؟ وتحب قريبك كنفسك. إذا حب ربنا وحب الناس كده تدخل السماء. انسى أي وصية تانية، خلاص حب ربنا وحب الناس تدخل إيه؟ السماء. هما دول الوصيتين. إذا ربنا حط محبته في نفس درجة محبة الناس، تحبني أنا وتحب إيه الناس. إذا خلي بالك لو نسينا كل الوصايا وركزنا بس على الوصيتين دول، حب ربنا حب الناس تدخل السماء. افعل هذا فتحيا. تحيا يعني إيه؟ يعني تدخل ملكوت الله. ليه؟ لأن ملخص الإنسان المسيحي يحب ربنا ويحب الناس. ده الإنسان المسيحي كده، لأنه اللي بيحب ربنا هيصلي، اللي بيحب ربنا هيصوم، حب ربنا هيخدم ربنا، حب ربنا مش هيزعل ربنا، مش كده؟ واللي يحب الناس هيخدم الناس ويحتمل الناس ويسامح الناس ويدافع عن الناس، ما يتكلمش عن الناس لأنه بحب الناس، مش كده؟ إذا حب ربنا حب الناس، انسى أي وصية تانية، كده هتدخل أنت السماء. طب ليه ربنا قال تحب قريبك كنفسك؟ ليه كنفسك دي؟ لأنه أي واحد فينا بحب نفسه، مش كده؟ مش أي واحد فينا بحب نفسه، ولا في واحد بيكره نفسه؟ كلنا بنحب نفسنا. كل واحد فينا بحب نفسه بدون سبب، بدون أي سبب. لكن أنت بتحب الناس بسبب. يعني أنا بحبك عشان أنت ظريف، أنا بحبك عشان أنت خدومة، أنا بحبك عشان أنت إنسان روحاني. إذا أنا بحبك لسبب، إنما أنا بحب نفسي من غير أي سبب. أنا بحب نفسي حتى لو كنت إنسان شرير، حتى لو كنت إنسان وحش أنا برضو بحب نفسي. أنا عمري ما قلت أنا هحب نفسي عشان أنا إنسان كويس، لا، أنا بحب نفسي عشان أنا إنسان شرير. فهو ربنا قال لك كده، حب الناس بدون أي سبب حتى لو كانوا أشرار، زي ما بتحب نفسك. إذا حب الناس بغير ما تدور على الناس لإيه؟ لسبب ليهم. إذا أول حاجة حب الناس وكده وكده. عشان كده قال الكتاب إيه؟ هكذا أحب الله العالم. عارفين كلمة هكذا يعني إيه؟ يعني كده كده من غير أي سبب، هكذا. طب ليه رب حبيت العالم؟ الحال العالم يمثل الناس، العالم كله شرير، العالم كله وقع في الشر، الجميع زاغوا وفسدوا. طب ليه حبيتهم يا رب هكذا؟
هكذا يعني كده كده وخلاص من غير أي سبب. بولس الرسول لما حب يوصف محبة الراجل لمراته قال لأنه لم يبغض أحد جسده بل يقوت ويربيه. ما فيش حد بيكره جسده وما فيش حد بيكره نفسه. إذن أنا بحب نفسي وبدلع في نفسي وبريح في نفسي وبيصعب علي نفسي ونفسي فوق كل شيء. عمري ما كرهت نفسي أبدا. فربنا قال لك زي ما أنت بتحب نفسك بهذه الدرجة حب أخوك بنفس هذه الدرجة. نفس الآية حب قريبك كنفسك. إن أحببتم الذين يحبونكم أي أجر إيه تفعلون. أليس العشارين يفعلون ذلك؟ إذا أنت بتحب فلان عشان هو بحبك، طب أنت كسبت إيه في السماء؟ ولا حاجة. تطلع السماء ما عندكش ولا رصيد. بتحب اللي بيحبك وبتكره اللي بيكرهك، طب إيه اللي أخدته معاك؟ إذا أنت بتحب اللي حبك بس يبقى أنت كده وقعت في مستوى العشارين والحرامية. الحرامية بيحبوا نفسهم مش كده؟ أو بيحبوا بعض. والعشارين بيحبوا بعض. زكى لما ربنا قال له تعالى يا زكى أدخل معاك البيت أتعشى معاك، دعا مين معاه في البيت؟ دعا الحرامية اللي معاه العشارين كلهم، قال لهم تعالى المسيح جايين البيت. فإذا إذا أنت بس بتحب بس اللي بيحبك أي أجر إيه تفعل. طب الشخص اللي قدامي ده وحش أحبه إزاي؟ برضه تحبه. طب غلس برضه تحبه. طب مش عارف مش من ديني برضه تحبه. طب عدوي برضه تحبه. طب أذاني برضه تحبه. هو ده قال كده رب لازم إيه؟ لازم تحبه. إذن حب الناس من غير أي سبب، من غير أي سبب. ليه؟ لأن ربنا أنا ربنا حباني من غير سبب. أسأل كل واحد فيكم ربنا حباك ليه؟ جاوب. عشان أنت كويس؟ لأن أنت يعني تستاهل النار، أنا وأنت يعني نستاهل النار. لكن ربنا برضو حبانا، حبانا من غير أي سبب. لو جيت سألت ربنا سؤال ليه يا رب حبيتني؟ هيقول لك السؤال الوحيد اللي أنا ما أعرفش أجاوب عليه. مش عارف حبيتك ليه؟ حبيتك وكده بس. حبيتك عشان خلقتك، حبيتك عشان فديتك، حبيتك عشان سفكت دمي من أجلك. لكن أنت بصراحة تستاهل النار، بس أنا حبيتك من غير أي سبب. إذن أنت حب الناس، حب قريبك كنفسك. طيب أنا الإنسان اللي قدامي ده أنا مش طايقه، يعني مش طايقه، مش طايق أبصه في وشه، مش طايق حتى أهضمه، ما بنزليش من هنا من زوري، مش قادر أعمل إيه؟ طيب مش قادر أحبه. هنا الحب اللي بيقصده ربنا مش حب عاطفي إنما حب عملي. يعني إيه؟ يعني مثلا لما تقعد تتفرج على التلفزيون يطلع لك واحد سلفي كده بدقن كده وعمال ماسك الشومه وعمال يكسر في الكنائس، ولا مش عارف تطلع لك واحد في التلفزيون عمال يضبح في الناس المسيحيين وبعدين اجي اقول لك حبه، تحبه؟ تقدرش تحبه. انما تحبه يعني ايه؟ ما تقدرش تحبه حب عاطفي. ما تقدرش اول ما تشوفه في التلفزيون تبقى يعني غرمان او غرام حب يعني، او هيمان في غرامه او في حبه، ده تبقى مش طبيعي طبعا. انما تعمل له ايه؟ تدعي له وانت في التلفزيون بتتفرج عليه، بدل ما تكرهه تحبه حب عملي، تدعي له، تصلي له، يعني تسامحه، تعمل له اي حاجه. انما تقول له يا رب اهديه، يا رب نور بصيرته، يا رب افتح قلبه، يا رب اهديه، هكذا حب عملي لكن مش حب عاطفي. لانك لو حبيته حب عاطفي تبقى انسان مش طبيعي. ودانا رب مثلا على المثل على السامر الصالح. تذكروا السامر الصالح
إنسان كان نازل من أورشليم إلى ريحة جبلوا لصوص صح، ضربوه عروه جرحوه تركوه ما بين حي وميت. الراجل الواجع ده جنسيته ايه؟ يهودي. مر عليه اليهودي اللي زيه اللي هو الكاهن، قال لا لا يا عم انا مستعجل، انا وراي قداس وحرفع بخور والناس وقفالي على باب الكنيسة، انا عندي مفتاح الكنيسة في جيبي والدنيا مطر نازل عليهم والهواء سيبك منه انا مستعجل. سابه جاز مقابلته، بصاله كده وقال قاعد يمصمص كده حرام، وسابه ومشى. عد على اللاوي، اللاوي اللي هو الشماس مساعد ابونا، احسن ابونا يديني كلمتين اقول لي فين السورية، تاخرت عليه ليه ما جبتش القربان يا عم انا مستعجل، بصاله كده وقعد يمصمص حرام وسابه ومشى. ده من دينه. عد عليه السامري، الانسان السامر عدوه، يعني السامرين اعداء اليهود، لا يبصوا بعد ابدا، لا ده يبص لده ولا ده يبص لده ويكرهوا بعض. قام عمل ايه؟ عمره ما مصمص وقال حرام، او قال ده عدوي انا مش هساعده ابدا، انما حباه حب عملي لكن مش حب عاطفي. يعني مش قال يا سلام يعني انا بحبك لا 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 ابدا، مش حب عاطفي انما حب عملي. قام ايه حباه حب عمل ايه؟ حتى نفسه مكان هذا اليهودي اللي واجع، تحب قريبك كنفسك. فقال انا كان ممكن، انا نفسي كان ممكن اجي قبل ساعة واقع مع اللصوص دول نفسه ويعروني ويضربوني ويجرحوني ويموتوني، وكنت اتمنى حد يجي وينقذني. فحتى نفسه مكان هذا الانسان، فحباه حب عمل. قام عمل الاسعافات الاوليه، جاب الزيت جاب الخمره، ضمت جراحاته، اركبه على الدابه، مشى به الى صاحب الفندق، وده عدوه عدوه مش بحبه، وصرف عليه وبيت معاه وصاب مصلحته، لانه السامري ده اكيد كان ماشي مشوار مش كده، ساب مصلحته وفكر في مصلحة الآخرين، تحب قريبك كنفسك. وقال له أصرف وأنا هدفع تاني برضه وهدفع ثالث، واهتم بي. هو ده إيه؟ تحب قريبك كنفسك حتى لو كان عدوي. طب الإنسان القدامي ده غشاش أو حرامي أو مثلا ظالم، أقدر أحبه إزاي؟ أو إنسان شرير، أحبه لكن أكره شره. القدامي ده ظالم وغشاش وحرامي ويتكلم عليا، كشخص أحبه لكن كشر أكره الشر اللي فيه. وده اللي عمله الرب يسوع المسيح لما كان على الصليب وهو في عز الألم. أقول لك حب الشر في اليهود؟ لا، إنما حباهم هم كيهود، وصلى من أجلهم وقال له يا رب إيه لا تقم لهم إيه هذه الخطيئة لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. عمل كده مع أهل نينوى، أهل نينوى كره الرب الشر اللي فيهم لكن حباهم كشعب. وقال لي يونان، معلش معلش يونان، لا يعرفون يمينهم من شمالهم. معلش ما تشت يعني ازاي يا رب لا يعرفون يمينهم من شمالهم؟ روح يا يونان كلمهم، لكن حباهم كبشر. فنحن نحب الناس كبشر لانهم يتحبوا لكن نكره الشر اللي فيهم. تعال نعمل شويه تطبيقات انا وانت ازاي نحب الناس. اول تطبيق، اعذر الناس، اعذر الناس. يعني انت اول مشكله تقابلك بتعذر نفسك، اول حاجه بتعذر نفسك. النهارده انا لو جيت لواحد فيكم وقلت له مثلا جيت الاجتماع متاخر ليه، على طول من غير ما يفكر هيفتش على عذر النفس، المواصلات، الترافيك، مش عارف ايه،
مش هيتأسف، لكن هيلقى عذر النفس. لو انت قعدت تزعج وبعدين قلت لك بزعج ليه، طوال هتعذر نفسك، اصل هم السبب، انا مش بزعج وخلاص، هم اللي نرفزوني، سبب عذر. لما مثلا اقول لك مثلا انت غلطت ليه، يقول لك اعمل لك ايه، يقول لي اعمل لك ايه، الضغوط علي كثيره، عذر. اذا انت بتعرف انك انت بتعذر نفسك، تعذر نفسك من تلقاء نفسك. ليه؟ عشان بتحب نفسك، مش كده؟ طب انت لو بتحب الناس ايه رايك اعذر الناس؟ زي ما انت بتحب نفسك تعذر نفسك تلقائيا، اعذر الناس. ايه رايك تعذر الناس مهما غلطوا فيك الناس؟ اديهم عذر. تقدر تعمل كده ولا لا؟ صدقوني احنا يا احبائي ربنا بيعمل معانا كده، بيعذرنا في كل عمل احنا بنعمله، الله يعذرنا. ولولا عذر ربنا لينا كنا كلنا هلكنا، بجد كنا كلنا هلكنا. المسيح على الصليب كان يقول ايه؟ لا يعلمون ماذا يفعلون. عذر، يا الله الآب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لا يعلمون ماذا يفعلون، يعلمون يا رب، يعلمون ليهم شهور بيخططوا عشان يموتوك، يعلمون لأنهم متفقين مع يهوذا 30 من الفضة ومدين الفلوس، يعلمون نص وخمسة. لا 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 لا، لا يعلمون، مش مشكلة، لا يعلمون ماذا يفعلون. هل أنت تقدر تقف قدام التلفزيون وتتفرج على مثلا الأخوانجية ولا السلفيين ولا داعش ولا، وبعدين بدل ما تشتم فيهم تقول اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون؟ لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. معلش يا رب سامحهم، دول لو عرفوك ما كانوش عرف عملوا كده. وده اللي عمله شاول الطرسوسي. شاول الطرسوسي كان إنسان متعصب جدا، متعصب لدينه جدا، فكان بيعمل إيه؟ كان يقتل ويجر النساء ويجرهم للسجون لأنه لا يعرف إنه اللي بيعمله ده غلط، لكن كان إنسان متدين. فربنا ظهر له، شاول شاول أنت بتضطهدني ليه؟ من أنت؟ قال له أنا ربنا اللي أنت بتحبه وبتتعصب له، هو ده نفسه اللي انت ربنا اللي بتضطهده. معلش يا رب انا ما كنتش عارف. لا يعلمون ايه ماذا يفعلون. اذا اول تطبيق عشان تحب الناس، زي ما انت بتعذر نفسك اعذر ايضا الاخرين، مهما غلط معاك الناس اديهم عذرهم. تاني حاجة، انت بتدافع على نفسك ليه؟ عشان بتحب نفسك. من بدء الخليقة ربنا قال لآدم، آدم ليه أكلت من الشجرة؟ على طول دافع على نفسه، ده مش أنا، ده أنت، السبب أنت، أنا سبب ربنا، ليه؟ ما أنت الست اللي جبتها لي هي اللي عملت فيا كده، أنا جبت الست دي، أنت اللي جبتها وهي اللي جيت لي كل من الشجرة. رمى اللوم على نفسه، على ربنا، ودافع على نفسه. يا حواء أنت ليه أكلت من الشجرة؟ على طول دافعت على نفسها وجيت له اعمل لك ايه؟ الحيه. اذا بنعرف ندافع عن نفسنا اهو. طب ايه رايك تدافع على كل انسان امامك؟ يعني مثلا لو جابوا سيره انسان، زي ما بتحب نفسك وتدافع على نفسك، ايه رايك لو جابوا سيره انسان دافع عنه؟ تنفع تعمل كده ولا لا؟ حبك نفسك، انت لما تجيك اي تهمه ويتهموك على طول انت بتدافع على نفسك. طب ايه رايك لو قعدوا في اي قعده وتهموا اي انسان اي تهمه، كل اللي تعمله ايه؟ تقوم تدافع على نفس على نفسك، تدافع على الاخرين زي ما بتدافع على نفسك. ينفع تعمل كده ولا لا؟ دافع عنه. اذا يا بختك لو اشتغلت للناس محامي، لو اشتغلت للناس محامي ربنا هيجيب لك محامين على الارض وفي السماء. بختك عمرك ما تخسر قضيه ابدا. لكن لو وقفت للناس قاضي ربنا هيجيب لك قاضي،
هجيف لك قاضي في الأرض وهجيف لك قاضي في السماء. ليه؟ لأنك مش بتدافع عن الناس، فدافع عن الناس. إذن أول حاجة اعذر الناس زي ما بتعذر نفسك، تاني حاجة دافع عن الناس زي ما بتدافع عن نفسك، تالت حاجة أنت بتحب تريح نفسك. طب ليه ما بتريحش الآخرين؟ الكلام ده بيحصل في بيوتنا كتير. مثلا الراجل يحب يريح نفسه على حساب مراته وعلى حساب عياله، يجي من مرة مش عايز دوشة، عايز أنام، يقفل على نفس الباب، مش عارف أعمل إيه، فين الأكل، يقعد يزعج ويصرخ. بتحب نفسك؟ طب يا أخي مراتك دي لسه ما عملتش الأكل، أنت لازم تريح نفسك، روق شوي، حب نفسك. يجي من برة يلقى العين في التلفزيون بتفرج على كورة، يمسك الريموت طخ اقلب اخبار، يا بابا انا بتفرج على الكوره انا ماليش دعوه بيك، مريح نفسه. والولد يطفش، يطلع فوق، يطلع بره، يعمل اي حاجه. الام تقول طب اذا هم بريحوا نفسهم انا يعني انا احسن، هم احسن مني، انا اريح نفسي برضه. كل ايه بيعمل على حساب نفسه، يريح نفسه على حساب الاخرين. طب انت ليه ما بتريحش الناس؟ ليه انت ما بتقولش انا اتعب واريح الاخرين، الاخرين يرتاحوا وانا اتعب، زي ما بحب اريح نفسي اريح الناس التانية. حب قريبك كنفسك. التشجيع، كلنا مهما كبرنا في السن بنحب حد يقول لنا كلمة تشجيع. مين فينا ما يحبش يقول يسمع واحد بيقول له برافو عليك، او انت شاطر، او انت بيرفكت، او انت ما حصلتش. مهما كبرت لازم تحب ايه تسمع كلمة تشجيع او كلمة مديح. طب ليه انت ما بتشجعش اللي قدامك؟ ليه حتى لو الانسان اللي قدامك ده فاشل تدي له كلمة تشجيع، تقول له برافو عليك، انت كويس، انت حلو، انت شاطر، انت يعني شوية وتبقى احسن. لو ابنك مثلا جاب نتيجة وحشة، بدل ما انت مثلا تدي له كلمتين ناشفين انت ساقط، انت فاشل، روح شوف ابن عمك، روح شوف جيرانك، روح. ليه ما تدي له تشجيع؟ قل له انت النهاردة نمرك شوية، هتشد حيلك تبقى احسن بكرة. ادي له كلمة تشجيع، زي ما بتحب انت تشجعوك انت تشجع الناس. تاني، انت بتحب تاخد وبتحب حد يديك عطايا او هدايا. من فينا ما بيحبش حد يديله هدية بيفرح بيها حتى لو كانت ملهاش قيمة؟ طب ليه انت ما تعطيش؟ ليه انت ما تديش؟ ليه دايما بتحب تاخد ما بتحبش تدي؟ ليه؟ حب قريبك كنفسك. ومن هنا جاءت ايه الآية اللي بتقول ايه، مغبوط هو العطاء اكتر من الاخذ، يعني يا بخت اللي بيدي اكتر من هو ايه ان هو بياخد. اذا حاجة تانية، تحب قريبك كنفسك. انت بتحب الناس ان هي تسامحك وتعذرك وتنسالك. طب ليه انت مش بتسامح الناس؟ انت بتحب ان الناس ان تنسالك الخطأ، ليه انت ماسك خطأ على الناس؟ انت بتحب ان الناس هي ما تفتكر لكش الغلط، طب ليه بتفتكر للناس الغلط؟ انت بتحب كل الناس ان هي يعني تنسى لك كل عمل وحش عملته. اعمل انت كده زي ما الناس بتعمل معاك. تحب قريبك كنفسك كما تريدون، ها من حافظ، ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم. توصل بيك إذا أنت حبيت الناس أكتر من نفسك، توصل بيك إلى إنكار النفس، تنكر نفسك، تنسى كل حاجة وتنسى نفسك خالص وتنكر ذاتك وتحب الناس. ودي حاجة درجة عالية جدا. دي اللي وصلها مين الدرجة دي؟ دي وصلتها الست العذراء مريم، نسيت نفسها خالص. يا ما أخذت الست العذراء مريم كرامات ما ليها أول ولا آخر، لكن نسيت نفسها ونسيت مصلحتها، وكل همها عيالها
وأولادها إزاي يدخل السماء. اشفع فينا أيتها العذراء الطاهرة أمام الرب يسوع المسيح. إذن زي ما بتحب نفسك حب الناس، كما أردت أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. سؤال: إزاي أقدر أنفذ الكلام ده عمليا، خصوصا مع الشخصيات المتعبة اللي فعلا مش بتتحبى؟ في بعض الشخصيات كده بصراحة كده ما بتتحبش. إزاي أنفذ الكلام ده عمليا؟ إذا حبيت بس زي ما قلت لك اللي بيحبك وكرهت اللي بيكرهك، أنت كده لم تحب حب مسيحي أبدا، إنما وصلت إلى مستوى حب الحرامية لبعضهم. أليس العشارين والحرامية والخطاة يفعلون ذلك؟ أنت كده في مستواهم. طيب إزاي أحبهم؟ الأشخاص المتعبة لا يمكن إنك أنت تحبها إلا بنعمة من عند ربنا، بنعمة ربنا، لكن لوحدك كده لا يمكن إنك تحبهم أبدا. بدوني من حافظ لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا أبدا. من غير ما تقول للمسيح ساعدني أحب فلان عشان فلان ده ربي بصراحة ما بتحبش، بدون المسيح ما تقدرش تحب. لا يمكن إنك أنت تشوف إنسان بيحرق الكنائس وبيذبح في الناس وبيضرب الناس رصاص وبعدين تيجي تقول أنا بحبهم، إلا بالمسيح، إلا نعمة ربنا اللي تكون جواك. إذا نعمة ربنا جواك تحبه، تحبه، تدعي له، تصلي له، تفتح قلبك ليه، ولو لقيت طريقة تخدمه تخدمه، ولو لقيت طريقة تموت من أجله حتموت من أجله، عشان لو مت من أجله حتدخل السماء، بس هو ما يدخلش جهنم. أنا عارف واحد فيكم يقول ما يدخل جهنم ولا راح في 60 داهية، لا، ما تكونش أنت وصلت للحب المسيحي. إنما إذا نعمة ربنا دخلت فيك أنت كده تقدر تحب كل إنسان عدوك. اوعى تفتكروا ان الناس انه ربنا بيكره الناس دي، اوعى تفتكروا ابدا. عمر ما ربنا يكره انسان حتى لو موتوا اولاده. ليه؟ لانه اسمه محب الايه؟ البشر. اسمه محب البشر. عمر ما ربنا يكره انسان بيهدم في كنائس ولا بيذبح في اولاده ولا بيكتب لهم ولا بيكتب لهم. ليه؟ لانه لا يشاء أن يهلك أحد منهم. ربنا مش عايز حد يهلك منهم، وده اللي فرق بيننا وبين ربنا. الله لا يشاء هلاك أحد منهم، لكن إحنا نشاء هلاك كل واحد منهم. إنما نحبهم إزاي؟ في آية بتقول إيه؟ محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. إذا محبة ربنا لما تنسكب في قلبك، لما ربنا يحط محبته في قلبك، توصل إنك أنت تحب أعدائك، وتوصل إنك أنت تحب الحب الغير العادي، الحب الغير العادي. يعني أنت النهاردة لما تقف وتتفرج على التلفزيون في أحداث المنيا الأخيرة دي ولا أحداث الأنبا صمويل، تلقى العيلة كلها ماتت، كلها. ده الواحد لو فينا واحد من عيلته واحد بس مات، ده يعني نار في قلبه. ده تلقى الأب والأم والأخوات كلهم ماتوا، وبعدين يجي يقول لك إيه؟ الأب لو مراته ماتت ولا عياله مات يقول لك أنا مسامحهم. أو أم مثلا مات ابنها تقول لك أنا مسامحاهم. الست قاعدة في الأتوبيس وابنها جنبها، طبعا هم عاملين يعني كانوا عاملين الستاير في الاوتوبيس يعني عشان الشمس، مش شايفه في رصاص، فهي ايه سامعه ضرب، فافتكرته ده العادم، يعني بيقول بوب بوب، فهي عادي مش شايفه حاجه. بعد شويه قالت شفت ابني قاعد جنبي حط راسه على حجري والدم نازل منه. قلت الله، ده في حاجه، مات ابنها على حجرها، زي كأنه ضبحوا ابنها على حجرها.
لكن في التلفزيون تقول لك أنا مسامحاهم. إيه اللي يوصلها لكلمة أنا مسامحاهم؟ إلا إذا انسكبت نعمة ربنا، محبة الله التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. من غير كده لا. استفانوس هو في عز رجمه، انتوا عارفين أصعب موتة في الدنيا هي موتة الرجم، موتة صعبة، صعبة جدا، لأن الواحد بيموت ببطء، وكل ما تجي حجر ولا شومة ولا على رأسه دي أصعب موتة. لكن إيه اللي يخليه يقول يا رب انسى لهم الخطية دي، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية؟ إيه اللي يخليه كده يقول كده؟ إلا إذا كان استفانوس شخص مملوء من إيه؟ من الروح القدس، لأن أول ما اختاروا الخدمة اختاروا من الروح القدس، ممتلئ من الروح القدس. إذا لم تنسكب نعمة الروح القدس فيك عمر ما تقدر تحتمل الناس دول أبدا. عشان كده استفانوس مش بسامح بس، ده بسامح وبصلي من أجلهم، وبصلاته الناس اللي رجموه آمنوا بالمسيح. زي مين؟ ها؟ جدع زي شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول. لولا صلاة استفانوس ما كان شاول بقى ايه؟ بولس الرسول، صح؟ لو كان قال يا رب بولس ده ولا شاول الترسوسي ده اللي شاهد على رجمه شيله ولا حطه ولا موته، ما كانش طلع لنا بولس الرسول. إذن ايه؟ بصلاته. ست العذراء مريم وهي بتتقطع ابنها على الصليب، القدوس الذي بلا خطية، هي نقدر نقول هل ست العذراء مريم تكره الرومان ولا تكره اليهود؟ خالص أبدا، إنما هي تحت الصليب تقول إيه؟ أما أحشائي فلتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه يا ابني وإلهي، أما العالم فليفرح لقبوله الخلاص. طب إيه اللي وصلك؟ إيه اللي وصلك يا ست العذراء إنك أنت يعني ما تكرهيش الناس دول؟ لأنها إيه؟ ممتلئة نعمة، ممتلئة نعمة من عند الرب. ده اللي جعلها إيه؟ إن هي على الصليب إن هي تدعي للناس دول وتصلي لهم، وبصلاتها اللي طعن المسيح آمن. مين هو؟ قائد المئة، قائد المئة. لولا صلاة الست العذراء مريم من أجله ما كانش آمن حقا إن هذا هو ابن الله، وآمن بالرب يسوع المسيح. إذن امتلئ من النعمة عشان تقدر تحتمل أعدائك واحتمل الناس اللي بيكرهوك. في صلاة باكر مين بيصلي صلاة باكر؟ معظمنا لا، مش كده؟ في صلاة باكر بنقول إيه؟ من ملئه امتلأنا نعمة، ها؟ فوق نعمة. إذن امتلئ من النعمة أول ما تصلي باكر. كل وقفة صلاة أنت تمتلئ من النعمة، كل ركعة أنت مملوء من النعمة، كل سجود أنت تأخذ نعمة، كل فتح كتاب مقدس وقراية كتاب مقدس أنت تمتلئ من النعمة. عشان لما يقابلك أي إنسان متعب ولا إنسان شرير أنت طبيعي امتلأت من النعمة، في صلاة باكر تقدر تحتمله. لكن لا صليت ولا قرأت كتاب مقدس ولا ضربت مطنيات ولا سجدت ولا رفعت يدك، هتمتلئ إزاي؟ في صلاة باكر بنقول إيه؟ سألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما حق للدعوة دعيتم إليها بكل تواضع القلب. إذا من غير التواضع مش ممكن نحتمل بعض، بدون تواضع القلب، بتواضع القلب محتملين بعضكم بعضا في المحبة. إذا الاحتمال والمحبة عايزة إيه؟ عايزة مننا تواضع. إذا لقيت نفسك إنك أنت مش بتحب إنسان وقلبك مقفول على إنسان، اعرف على طول إن ناقصك نعمة. ناقصك إيه؟ ناقصك نعمة. أوعى تمشي تشتكي لب اعترافك وتقول له هم اللي عملوا وهم اللي سووا، اشتكي نفسك، قول أنا اللي مش قادر أحبه، أنا اللي مش قادر أحتمله، أنا ناقصني نعمة، أنا ناقصني محبة، عشان كده مش قادر أنا أستحمله.
قل أنا مش مسؤول أغيره ولا أغير طبعه، لكن أنا مسؤول أن أحتمل هذا الإنسان. إذا أنت فيك إيه؟ فيك نعمة. عشان كده كل قداس بتحضره أنت بتمتلئ من النعمة، كل اجتماع بتحضره أنت بتمتلئ من النعمة. أول ما أبونا يصرف الناس يديهم نعمة، محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد. خدوا النعمة تملأ قلوبكم، عشان لما تطلعوا الشارع هتلاقوا ناس أشرار، عشان لما تطلع برا الكنيسة النعمة دي اللي في قلبك تقدر تحتمل بها كل إنسان. إذن أكثر إنسان عنده نعمة هو الإنسان المتضع، لأن المتواضعون يجدون إيه؟ نعمة. عشان كده يا أحبائي لو عايز تنجح في الآية اللي بتقول تحب قريبك كنفسك، لازم يكون عندك نعمة، وبالتالي لازم تكون متضع، لأنه الإنسان المتضع يحب الناس ويحتمل الناس ويسامح الناس ويركع تحت رجلين الناس ويخدم الناس. ده عايز نعمة وعايز إيه؟ اتضاع. عشان كده يا أحبائي ربنا أدانا حساب مفتوح من الحب، قال لك خد حب زي ما انت عايز. عمان ربنا يديك ايه؟ في حب زي ما انت عايز. طب ما تدي الناس حب. لو واحد قال لك اديني 100 جنيه تديني 100 جنيه، ما تديني 1,000,000، ما انت عندك حساب مفتوح وحساب مش بيخلص. فزي ما ربنا عمال يديك حب مفتوح من غير اي حساب ومن غير ما الحب ده يخلص، ادي الناس حب. عندك حساب مفتوح، خد من ربنا وادي الناس ايضا. عشان كده يا احبائي العذراء مريم اللي احنا داخلين على صيامها الايام دي، نقول لها السلام لك ايتها ايه؟ الممتلئه نعمه. فلانها كانت ممتلئه نعمه فكانت انسانه ايه؟ متواضعه. عشان كده احنا نقول لها ازاي يا ست يا عذراء، ده انت ام الله شعر نفسك غلبانه، ده انت مش قديسة، ده انت مش يعني انسانة شهيدة ولا مثلا انسانة نبية ولا قديسة عادية، ده انت ام الله، انت ام الله شعر نفس غلبانة. ده الملاك يقول لها انت ام الله، تقول له انا امة الله خدمته. اليصابات تقول لها من اين لي ان تاتي ام ربي الي؟ تقول لها ام ربي اليك ايه؟ انا جيت امسح واطبخ واغسل واغسل لك العده، اديني الجردل والمساحه، ام الله ايه؟ ايه اللي وصلك لكده يا ست عذراء مريم؟ النعمه جدع، وبالنعمه عملت ايه؟ اتضعت، لانها ممتلئه ايه؟ ممتلئه نعمه. عشان هي قالت ايه؟ انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع ايه؟ المتواضعين. اقعد في الارض عشان ربنا يرفعك ويقعدك في الكرسي. ما الست العذراء مريم كانت قاعده في المزبله في الارض، قام ربنا جاب لها كرسي، قال لها ليه قاعده في الارض يا امي؟ قومي اقعدي جنبي، وحط له كرسي جنبها، تعالي اقعدي. جلست الملكه ايه؟ عن يمين الملك، وهي اساسا كانت فين؟ في المزبله. لكن لما انت رافع نفسك اساسا يقول لك ارفع نفسك فين تاني؟ الله يقاوم الايه؟ المتكبرين. اما المتضعون يجدهم يديهم نعمه. احبائي من المحزن واقولها وانا قلبي يتقطع، احنا كمسيحيين مش عارفين نحب بعض. كمسيحيين مش عارفين نحب بعض. لا عارفه تحب حماتك، ولا عارف تحب مراتك، ولا عارف تحب أختك، ولا عارف تحب قريبك، ولا حتى من المحزن في المجتمع الكنسي حتى مش عارفين نحب بعض. وإحنا جوه الكنيسة مش عارفين نحب بعض. عشان كده لو إحنا ما عرفناش نحب بعض، في آية صعبة يقول لك إذا فسد الملح فبماذا إيه؟ يملح. لا يصلح بعد شيء إلا يكون في المزبلة، يطرح ويداس من الناس. إذا إحنا ملح والملح فسد، أنتوا عارفين الحاجة الوحيدة في الدنيا لو باظت ما تنفعش لأي حاجة تاني،
اللي هي ايه؟ الملح. جدع. الملح ما ينفعش لأي حاجة. الملح ده لو فسد ما ينفعش تاني حاجة ترميه. لكن أي حاجة لو باظت تعمل لها أي حاجة تولف على تنفع، ما عدا الملح إذا فسد لا يصلح بعد لشيء، ترميه في الزبالة. وإذا إحنا الملح اللي فينا فسد إحنا في جهنم. إذا إحنا مش عارفين نحب بعض كمسيحيين، وده ربنا بيقول لك دي سنة أولى حب، هقول لك لو جبت لك داعش ولا جبت لك سلفي ضبحك ولا جبت لك حد مسلم قتل ابنك ولا ابنك وأقول لك حبه، هتحبه إزاي؟ إذا أنت سنة أولى حب ساقط فيها تنجح في رابعة حب إزاي؟ مش قادر تحب إيه؟ الأعداء. إذا مش قادر تحب المسيحيين اللي زيك هتحب الأعداء إزاي؟ آخر 5 دقائق ناخد تدريبات عملية في حب الناس. راقب دماغك إنك أنت بتفكر في الناس قدر إيه وبتفكر في نفسك قدر إيه. ما الحب بيجي أول حاجة من الدماغ قبل القلب. راقب نفسك انت بتحب نفسك قدر ايه وبتحب الناس قدر ايه. اللحظة اللي انت بتحب فيها الناس وتخدم الناس وتحب الناس يا بختك انت ماشي السماء. لو بعد لحظة على طول قلبت انك بتحب في نفسك وما بتفكرش الا في نفسك انت رايح جهنم. خلاص قلبت الموازين خالص. ليه؟ لأنك أنت كده ماشي جهنم، لأنك لا تفكر إلا في نفسك فقط. أحبائي الآية الوحيدة اللي تدخلك السماء حب ربنا وحب الناس. ليه ربنا مطول علينا لحد دلوقتي ما خدناش؟ عارفين ليه؟ مش بنحب نفس، مش بنحب الناس. لو بنحب الناس كان ربنا زمان يقول خلاص أنتوا استويتوا كده تعالوا عندي. لكن هو سيبنا لحد دلوقتي ومطول باله علينا عشان احنا لسه ما وصلناش الى تحب قريبك كنفسك. كم ساعة بتفكر في نفسك ويمكن تيجي ثواني تفكر في الناس. حب تحب قريبك كنفسك. ها؟ طيب اشطب على قريبك واشطب الكاف اجراها. حب نفسك جدع. حب قريبك كنفسك. اشطب قريبك واشطب الكاف. حب نفسك. حب نفسك انت ماشي فين. اذا الوصية الوحيدة اللي مش هتنفذها مش هتدخل السماء هي تحب قريبك كنفسك. اذا يا احبائي يا بخت كل انسان بفكر في الاخرين. يا بختك لو فكرت في الفقير الغلبان. يا بختك لو قلت انا الفقير الغلبان اللي في العشش ديه القاعد في العشش ده كان انا ممكن ربنا يحطني مكانه واكون في العشه. وكنت اتمنى انه انا لو كنت في العشه وقاعد تحت العشه حد يشفق علي. لكن انت مش بتحب الفقير، بتحب نفسك وخلاص. يا بختك لو انت حبيت المريض، لأنك أنت لو زرت المريض وحبيت المريض أنت نفسك كنت في مكان المريض. لو كنت في مكان إنسان عنده سرطان ولا بياخد كيماوي ولا عمال يطرش ولا عمال مش عارف مستحمل الألم والمرض، لو كنت بمكانه كنت صليت له لأن هو عايز تصلي له. يا بختك لو حبيت كل إنسان مريض، لو حبيت كل إنسان حزين وطيبته بكلمة تطيب خاطره. أنت ممكن تكون في مكانه وتكون حزين وتتمنى حد يطيب خاطرك بكلمة أو يوسيك بكلمة. لو مشيت زرت إنسان في سجن يا بختك، لأنك أنت بتتمنى أو أنت كنت ممكن تكون في نفس المكان ده وتتمنى حد يزورك أو يصلي لك. اللي عملت الحكاية دي مين؟ ست العذراء. الست العذراء مريم يا أحبائي أول ما لقت متياس في السجن من غير ما متياس يبعت لها رسالة لوحديها قالت هروح أطلعه من السجن. ووقفت عند باب المدينة وصلت
وعشان خاطر صلاتها ربنا سيح كل الحديد اللي في المدينة. كل واحد عنده بيت حديد ساح، كل واحد عنده طبلة مكفولة ساحت، كل واحد عنده كرسي حديد ساح، وبالتالي السجن بتاع متياس ايه؟ ساح. وطلعت متياس من السجن، جات ازاي ابني يكون في السجن؟ ازاي ابني يكون في السجن؟ إذن العذراء مريم يا أحبائي صلت من للناس اللي في السجن. يا بختك لو حبيت قريبك كنفسك، كده أنت ضامن السماء. لو حبيت ربنا تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك، تحب قريبك كنفسك، تدخل السماء. لإلهنا المجد والإكرام في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.